الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله ما كفاه على رأس حمود. أخذني معك. اسمي العابد وعمري 13 وبشتغل في المكب الزبالة. بنصحى الساعة 5:30 بنلبس واز تقعد معنا نص ساعة اللي بس بنطلع في الباز منها بنزلنا عرصيفة نص ساعة ونيجي على الشغل يعني نكون على 7:30 نكونها. الاسم ابو احمد، عمر 41 سنة، اقيم في مدينة الرصيفة، وعمل متعهد في مكب النفايات حيث يوجد لدي عمال اطفاء وكذلك اربع عمال. نشتغل بنلم حديد وبلاستيك وعلب، نحوش لاخر النهار نفرزهم ونروح نبيعهم على البيع معهم. صار اللي بشتغل المكب 4 سنوات. ما بحب في الشغل ان الزبالة تتكاثر عن مو تخنقنا الريحة. الزبالة اللي بتخنق هي بتطلع منها غاز. مرة انا كان مكان المكبة على الشقة الثانية غاد وانا راكز بعرفش ان في ابر تحتي، طحت مني ابران وابران 3 ابران. انا وعباس بنشتغل ما بتكفي البيت. قاعد عمال اميه ولا طخه. بالنسبه لباجس باجس بي جوهان كونه يعني اخوان اثنين مؤلف عليهم. كان راح يضل وحداني بالدار فبيطلع معهم على سبت انه تسلى لانه بيضل لحاله بالدار بتضايق. اذا حياتهم بتتحسن بتتطور ومش رايحين يضلوا دايمين بالزباله، لكن ما دام الحياه معهم تعيس راح يضلوا يشتغلوا. دعمني 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 روح روح خمسة. خمسة. 25 مليار. لا
خليه معه. تبعي شاف. ليش تعطيه ما هو ما يستنى. خلاص خلاص قدام الناس. سن بوحفة خمس بروحش. حتى لو هيك معي شهادة مدرسة أنا باطل من المدرسة مش معي شغل غير هيك والله أعلم إيش يصير فينا. أنا بحلم يكون عندي عمري 23 سنة يكون عندي دار طابق أرضي وعليها سطح 3 غرف ومطبخ وحمام وسطح وعندي سيارة بأم سودة وصير مدير مخابرات أشتغل ونحافظ على أهلي ونحافظ على الفقراء. نحبس المشاغبين ونحافظ على الأرض إن شاء الله. قرب علي لا تقرب علي. شو ما قرب؟ من اللي قام؟ من اللي قام؟ أنا. لا تجيب أنا. هسه دشرت جيت أنا عليه. خلاص ما تقول لا. هلا حتشوف. تقوم دشروا على درجة عليه. ما يقدروا. إيه قاعد دشروا على درجة عليه. يرجع علي عبودي. عبودي عبودي دبر صباح عبودي عبود صاي صاي يلا. انا اسمي قصي عمري 13. انا بعيش مع امي وابوي واخواتي فطوم واحمد. جينا هربنا من القصف على الشام من الشام جينا على الأردن. أنا كنت أروح أداوم بالمدرسة نجحت على كنت أدرس في الخامس ونجحت على السادس. كنت أحب أكثر شيء أكون أتعلم وأنجح أتعلم أصير مهندس أو دكتور. أنا بشتغل بلم النايلو والعلب الفيفا والبلاستيك والحديد. صار لي شي 8 أشهر عم بشتغل بهي الشغلة. الصبح لما نروح أنا ولاد خالي عبود وكرام. هذول ولاد خالي نروح سوا ونجي سوا مثل الروح مثل الأخوات. بنروح بنفس بالمجمع بنلاقي أصحابنا هناك. أردنية من هون من أهل البلد بالمفرق. أنا أكثر واحد بلم لأنه بروح أنا برقد مثلا تكون في العلب الفيفا بعيدة برقد عليها بجيبها. هم إنه يشافوا شيء بدشروا بروحه. بروح أنا برقد عليه بجيبه بجمع أكثر منهم. نيكا جاي ياس نيكا أخوان هذا كيف لي؟ لا أنا كنت أجيب عليه. لا تقرب عليه لا تقرب عليه. هلا حتشوف. أنا ما بحبه لأنه هاي الشغلة إنه ما بحبه لأنه إذا حدا شافني يصير يضحك علي ويقول لي عيب وهيك ما بحبها. واقلب وجهك ولا من هون واقلب وجهك من هون. لأن نحن نخاف إذا الشرطة كانت مارقة بالشارع ونخاف منها. ليش ياخذونا؟ أول شي جربنا العلب الفيفا بعدين جربنا الحديد طلعت الشغلة مربحة. كيلو الفيفا 50 قرش والحديد 12 والبلاستيك 12. بنروح أنا نحن بنروح نلم هيك ولما بنروح البياع. مو كل العالم مو كل الطبيعة بتضعفها. أنا اسمي مراد
مواليد 72، صار لي اشتغل بالخردة 5 سنوات. البلاستيك لحال ونحاس لحال والألماني لحال والحديد لحال وكل شيء له سعر. في محلات كثير بالسوق، نحن بس ما نبيع غير عند واحد لأنه هذوليك بينصبوا علينا. هذا الزلمة حقنا بيعطينا حقنا أول بأول. أشتري من جميع الفئات، يعني من الأردنيين أطفال وسوريين وفي مصاروة، ولما نجمع بنبيعهن مرة واحدة لعمان. أي واحد يجينا من عمان من مصانع وبنبيعهن نقلة واحدة. في مرة كنا عم نبيع عند واحد، قام الميزان عم يغش فينا عن الميزان. الكليات ما بيحط كليات، بيحط إحجار، هذولا إحجار، قال على أساس إنه هي موزنها ربع كيلو وهيك، بيكون موزنها يعني وهيك وجسمه صغيرة، بيسوي لك إياها إنه نص كيلو، بيغش علينا. بعت عنده، بطلت ببيع عنده غير عن هذا الزلمة، عنده ميزان إلكتروني، هذا يعني ببين حقك عن مظبوط إنه ما بغش. احنا نشتغل للعادة، محتاجين لنا نحن عم نشتغل لانه محتاجين اجار الدار. منين نجيب اجار الدار اذا ما اشتغلنا؟